خد الولع علع. طب مسا 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 طب لدي مسا مسا وقت الفراغ فراغ نعمل المدمغ ونطق حقها ونزعل لا إلا اجينا نلعب بولينج. بولينج تايم بيب. يلا بيب فرجيني امسع عشط الشوت اتشف كتة. لا 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 والله كفو. بس لازم نتذكر انه نحن بجامعة غير بيب. هاي مش جامعة حبيبي. نحن بجامعة. هاي مش جامعة. هاي أفيع جامعة فيك يا أرض. جينا على قسم الفيزيوثيرابي. حبيبي هاي صارت سي بي آر ما عادت. طبعا شوفوا هون بصير التدريبات صح؟ أه بيجيبوا not sure yes. يعني بس هون بصير التدريبات. حاسس أنا من هدول. وكهرباء سمعت علاج الكهرباء. علاج كهرباء. وين علاج الكهرباء؟ عرفتوا علاج الكهرباء بس انا هلا كتفي عم يجعب يحطوا لي شويه كهرباء بيحلوا الموضوع. الابره الصينيه يعني؟ تشبه الابره الصينيه بس معها كهرباء. جينا على مختبر العلاج المائي اللي هو الهيدروثيرابي. طبعا انا اول مره بسمع عنه وعم بنسى اني بجامعه بصراحه. سو في هون بيصير فيه بيتعلموا الطلاب كيف يعالجوا بالمي مع مقاومه المي وبيكون اخف للمريض كوزن. هذا الشيء كان فيري انترستينج. ولسه في كمان هون هاد بيشتغل شيء مع الايونز اند والمي. ما كتير يعني فهمانه بالموضوع بس بعرف انه هذا هذا الجهاز فينا نقول عنه جهاز فريد ما في منه بالاردن يعني كتير. وفي هون كمان الجاكوزي افكت. في كتير اشياء حلوه وانا بنسى كل ما عم بنسى انه انا بجامعه وانه الطلاب عم تدرس هذا الشيء كتير حلو. الجامعة يا جماعة فيها فاسيلتيز كتير حلوة. مثلا بدي فرجيكم الجيم قديش مرتب. سو هذا القسم التحتاني للجيم قسم الماشينز كله. هلا رح اطلع لفوق فرجيكم الاقسام الباقية. سو القسم اللي فوق للجيم هو فري ويتس. كل شيء اوزان موجودة وكمان بايكس. ولاحظت في شيء in the corner للبوكسينج. واو عن جد كل شيء بيحتاجه الطالب موجود بالجامعة. اي شيء موجود.